إذا قمنا بحساب عدد كلمات الأذان، يعني الله أكبر الله أكبر إلى آخره إلى لا إله إلا الله، كم كلمة؟ سوف نجد 50 كلمة. يعني ما هي الدلالة من ذلك؟ نحن نعلم أن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا كان الأذان يتم كل يوم 5 مرات والحسنة بعشر أمثالها، إذن 10 × 5 = 50، وهي كلمات الأذان. قال تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكد هذا الأمر، قال: هي 5 صلوات ولكنها 50، لأن الله يضاعف الأجر الحسنة بعشر أمثالها. فعل الأذان كم مرة ورد في القرآن؟ يعني ربما كثير منا لم يفكر. كلمة أذن وردت 2 مرات، دققوا معي، أذن 2 مرات، وكلمة مؤذن 2 مرات، 4 مرات، وكلمة أذن بفعل الأمر 5 مرات. إذن فعل الأذان ورد في القرآن كله 5 مرات بعدد مرات الأذان في اليوم والليلة، سبحان الله. الآن حروف اللغة العربية كم؟ 28 حرفا، الألف الباء التاء الثاء إلى آخره. هذه الحروف التي اختارها الله للغتنا اللغة العربية، وهي لغة القرآن. طيب، إذا طرحنا سؤالا أيضا جديدا، كم حرفا استخدم من حروف اللغة العربية في الأذان؟ هل استخدمت كل الحروف 28 أم حروف محددة؟ طبعا حروف محددة. عدد الحروف المستخدمة في الأذان 17 حرفا. طيب هذا العدد ماذا يدل؟ إنه عدد الركعات المفروضة في اليوم والليلة. يعني نحن عندما نسمع أذان الصبح نصلي 2 ركعتي الفرض، الظهر 4 أصبح المجموع 6، العصر 4 10، المغرب 3 13، العشاء 4 كم؟ 17. سبحان الله، يعني رب العالمين، يعني بالفعل إنسان يخشع قلبه أمام هذا النظام، هذا التوازن الدقيق، أن الله اختار لحروف الأذان ليركب هذا الكلام الرائع الأذان من اللغة 17 حرفا، وجعل عدد الركعات المفروضة 17. تأملوا هذا التوازن الذي لا يمكن أن يكون من عند بشر. طيب، الأذان يرفع على مدار العام. نحن نعلم أن السنة 12 شهرا، الله تعالى يقول: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، عدد الشهور 12. طبعا المقطع الأول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله كم؟ 12. 12 مقطعا بعدد أشهر السنة، كأن الله يريد أن يقول لك أيها الإنسان إن هذا الصوت لا يمكن أن يتوقف على مدار السنة حتى يرث الله الأرض ومن عليها، سبحان الله. آخر مقطع في هذا الأذان ما هو؟ آخر مقطع لا إله إلا الله. كم عدد حروف لا إله إلا الله؟ 12 حرفا. يعني شيء سبحان الله، الإنسان يعجب من دقة هذا النظام. الأذان 12 مقطع وينتهي بعبارة هي خير ما قاله النبيون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. هذه العبارة 12 حرفا، سبحان الله. الأذان بماذا بدأ وبماذا انتهى؟ ربما نكرر الأذان ولكن لم ندرك هذه النقطة، يعني ما على الرغم من وضوحها. أول كلمة في الأذان هي الله، وآخر كلمة هي الله. أول كلمة الله أكبر الله، وينتهي لا إله إلا الله، إذن آخر كلمة هي الله، سبحان الله. يعني انظري، أراد الله أن يقول لنا إن هذا الأذان هو من عند الله تعالى. طيب، ما هي أكثر كلمة تكررت في الأذان؟ إنها كلمة الله أيضا 11 مرة. لماذا 11؟ يعني لماذا هذا الرقم بالذات؟ لأنه هو العدد الوحيد في الأرقام الذي يتألف من 1 و1 ولا يقبل القسمة إلا على نفسه وعلى 1،
كأن الله يريد أن يقول لك إن صاحب هذا الأذان هو واحد أحد سبحانه وتعالى. حروف الله ما هي؟ هي الألف واللام والهاء فقط، لام مكرر. أما كحروف لغة عربية، الله اختار لاسمه ثلاثة أحرف: ألف ولام وهاء. وحروف لا إله إلا الله أيضا ألف ولام وهاء، لاحظي نفس الحروف. لا يستطيع أي إنسان مهما بلغ من القوة والأدب والعلم أن يشكل لنا جملة هي أعظم جملة يتحدث بها عن نفسه ويستخدم حروف اسمه فقط. لو قمنا بعد حرف الألف في الأذان كم مرة ورد في كل الأذان، سوف نجد 47 حرفاً ألف تكرر 47 مرة. حرف اللام 45 مرة تكرر حرف اللام في الأذان 45 مرة. حرف الهاء 20 مرة. الآن دعونا نجمع هذه الأرقام: 47 زائد 45 زائد 20، المجموع 112. لماذا 112؟ ما هذا العدد؟ إذا أردنا أن نعرف دلالات هذا العدد يجب أن نذهب إلى القرآن، لأن الذي قال الأذان وأنزل الأذان على قلب حبيبنا عليه الصلاة والسلام هو الذي أنزل القرآن. في القرآن الكريم اسم الله أين ورد؟ ورد أول مرة في سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، وآخر مرة في سورة الإخلاص والتوحيد: قل هو الله أحد الله الصمد، هذه آخر مرة. سورة الفلق وسورة الناس لم يذكر فيهما اسم الله. إذن أول مرة ورد في سورة الفاتحة اسم الله، وآخر مرة في سورة الإخلاص. كم عدد السور من سورة الفاتحة إلى الإخلاص؟ 112 سورة، سبحان الله. نفس عدد حروف اسم الله في الأذان. يعني هذا هو التوازن في القرآن، يعني بين القرآن وبين الأذان. كما أن الله أحكم الكون وجعل كل شيء متوازن، جعل أيضا توازنا في هذا الكتاب العظيم. حي على الفلاح.